السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم روضة أكاديمية العزيز النموذجية الصلت، الأربعاء 15/4/2020 ميلادي 22/8/1441 هجري. الصف التمهيدي. المادة اللغة الإنجليزية. المعلمة شيخة عربيات. ضيفنا اليوم letter capital W letter small W. طريقة الكتابة: W capital، خط مائل للأسفل، خط مائل للأعلى، خط مائل للأسفل، خط مائل للأعلى. W capital W. مرة أخرى: خط مائل للأسفل، خط مائل للأعلى، خط مائل للأسفل، خط مائل للأعلى. W capital W small W، خط مائل للأسفل، خط مائل للأعلى، خط مائل للأسفل، خط مائل للأعلى. small W small W. مرة أخرى: small W، خط مائل للأسفل، خط مائل للأعلى، خط مائل للأسفل، خط مائل للأعلى. small W. excellent. معاني كلمات الحرف: W for water. Woman. واجب اليوم يا أبطالي كتابة capital W و small W. وضع دائرة على الكابيتال والسمول للدبليو. والآن أبطالي وأبطال روضة العزيز، نحل الواجب سريعاً عند رؤيتنا للفيديو لكي أرسل لكم شهادة تقدير إلكترونية في نهاية الأسبوع. نلتقي في القمة. معكم المعلمة شيخة عربيات من روضة أكاديمية العزيز النموذجية السلط. دمتم بخير.